في جوال بلون تاعكم كونتر هاد اللي في شاعت لي ريما نظن باللي ما نقدروش نديروا كومونيكال لي ريما هذا اشاعات انا نقول لكم ان نطلب منكم كوسائل اعلام كي تكون اشاعه من الدولوهاش وعلاش كنت بارطاجي هاد لي زانفورماسيون اللي ما عندهم حتى اساس من الصحه لانه حنا اللي رانا نرمجي لهم نشوفوا واحد مد انفورماسيون فوس انا اليوم نقول لكم باللي كل وفد في زون اونفواي لي ليست تاع لي جوار لي ستاف تكنيك تاعهم اللي راهم يحضروا في الجزائر هذا هو البويز امبورطون حنا ما كاين عندنا حتى وثيقه رسميه تقول باللي انه بلد راح يغيب على المنافسه نولوا برك فقط فوغندا لانهم داروا في السيت اوفيسيال تاعهم لانفورماسيون باش ما يجيش كانوا عندهم دي ديفيكولتي فينونسيير كانوا عندهم دي بروبليم افيك لور زوتوريتي هنا تصلنا بهم كي شفنا بلي داروا البيان هذاك وقال لك باللي اوني اوبليجي دو ميتر سو جور دو بريسيون على لي زوتوريتي وافوار لي فينونسمون بوسيبل دونك الحمد لله ايزون اي لور فينونسمون وراح يكونوا حاضرين معنا كأي فريق آخر وحنا كنا حاضرين نفوسنا حتى إذا كان عندهم مشكل فينونسي اون بوفي بروندر اون شارج عادي لإنجاح هاد التظاهرة إن شاء الله وكل الوفود إن شاء الله راح تحظى باستقبال في المستوى راح يكون عندها كل الإمكانيات إن شاء الله نعطيكم بون نوفيل في لا ديبي سومان تاع الموا جونفي راح تكون راح الكاف وافقت باش تعاود تفتح pour ceux qui n'ont pas pu s'accréditer. ولكن نقول لكم باللي بالك كاين ثاني اشكال اللي وقعوا فيه صح الاخوان الصحفيين لازم تسجل في منصه الكاف دابور باش تقدر تسجل في ليفالمون هذه الاولى و دو بريفيرونس il faut s'inscrire par le biais d'un PC استعملوا لي ميكرو اورديناتور ما استعملوش لي سمارت فون هذيك لي ديفوا ما تخليكش تقدر تسجل وان شاء الله كي يفتحوا تكون عندكم المعلومه خصوصا في لو سيت تاعنا ولا لو سيت تاع لا كاف ولا لو سيت اوسي تاع لا فيدراسيون وان شاء الله تكونوا في الموعد ونرى بلوس لو ماكسيموم دو جورناليست مي نقول لكم حاجه كي تدوا لا كريديتاسيون سي بور ديفوندر وتر بي حوسوا دائما بوزيتيف هذا هو نعطيكم الميساج باسكو سي سا فا ريفونير بالايجاب للبلدنا الجزائر زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.